استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اللهم ارزقنا الشهاده. آمين. اللهم ارزقنا الشهاده. آمين. مقبلين غير مدبرين مصعدين في صفوف العدو. الكل اليوم على المحك، اما ان ننتصر لانفسنا ولاسرانا او سيكون الخذلان لنا وعلينا ومنا. للبيت اكثر من مدخل قاموا بتفجيره، بعد ذلك دخلت قوات كبيره من الجيش، خرج الشيخ لهم وقاموا باعتقاله. الشيخ تحدث الي انه اضرب مضرب عن الطعام. حكوا خضر قبل ما يموت، خليني اتكلم الشيخ الى كلمتين، يعني حكى بالحرف الواحد انا بموت. انقضى خضر شهيد وهو يعد انفاسه الاخيره، فلتهنأوا بحياه بلا كرامه. استشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان بعد 86 يوما من الإضراب المتواصل عن الطعام. أقولها وأهنئ نفسي وأبنائي بشهادة الشيخ. أقولها للاحتلال، احفظوا وجوه أبنائي جيدا. يا خضر يا بطل، اسمك هز المعتقل، اسمك هز المعتقل. نصرك نصرك يا الله، نصرك نصرك يا الله، فرجك فرجك يا الله، فرجك فرجك يا الله. ماذا فقدنا من كرامتنا حتى يدوس هذا الاحتلال علينا؟ ماذا فقدنا من عزتنا؟ ماذا فقدنا من أوراق قوتنا حتى يقتل فينا كرامتنا هذا الاحتلال؟ لا تكونوا ممن يفرط، ممن يسلم السلاح. يا قادر يا قاتل، يا قادر يا قاتل، في هذا المقام نحرض على الجهاد، نحرض على القتال الآن، الآن وليس غدا. بإذن الله سيرى منها الاحتلال من أبنائي ما لم يراه من خضر. يا خضر انت اللي تحدد الموت.